بسم الله، نشوف مع بعض ازاي نخلي القطة دوت يرسم لنا وردة بأربع بتلات. خلينا دلوقتي بس نحط القلم، أقول له بين داون، وبعد كده هبدأ أرسم الشكل بتاعي. هقول له موف، اتحرك لي خطوة واحدة ولف لي زاوية واحدة. تمام كده، مجرد بس هيعمل حركة بسيطة خالص ويلف زاوية واحدة. أقول له كرر الموضوع دوت 90 مرة. طيب تعال نشوف هيحصل ايه، وبعد كده نبدأ نكرر الموضوع دوت. لما انا اقول له كده هيعمل ايه؟ ما عملش حاجة خالص او ما بناتش، لان انا ما قلتوش لسه بين داون. لما اقول له بين داون رسم لي يعني ربع دايرة. طيب انا عايز اخليه يكمل، هقول له خد لي زاوية كمان بالشكل دوت، خليه دي 90. طيب اقول له كلير. الورد دي اول ما اقول له ارسم يعمل ايه؟ هيبدا يرسم خط نقطه، وبعد كده يبدا يعمل ياخد زاويه، هيعمل الموضوع ده 90 مره فيكون لي ربع دايره، وبعد كده هيلف الشكل بتاعي 90. هقول له اعمل لي ده دوبليكيت بالشكل دوت ونشوف هيحصل ايه. كده رسم لي ربع دايرة ووقف هنا تر، وبعد كده راح مكمل لي الربع دوت. طيب أنا عايز أخليه يبدأ يكرر لي الشكل ده 4 مرات. تمام، فممكن أروح أعمل إيه دوبليكيت وأروح حاطط كده كده 4 مرات، أو الأحسن والمنطقي إن أنا أستخدم أمر ريبيت. أمر ريبيت أهوت، وأقول له ده خليه 4 مرات. تمام طيب تعالى نشوف شكله كده هيبقى عامل إزاي. زي ما انت شايف الموضوع منطقي، وتقدر ترسم اي اشكال اكثر تعقيدا بالاسلوب البسيط جدا. ادينا قلت له ارسم القوس دوت، رسمت ربع قوس، وبعد كده قلت له لف زاويه 90، وبعد كده قلت له كرر، فبدا يرسم لي جزء البتله ديت، وقلت له كرر الموضوع ده 4 مرات فراح رسم لي الورده الجميله ديت. مش جميله قوي يعني بس ده.